من فترة قريبة مش بعيدة كده لقينا انه جمهورية مصر العربية كلها بقت موجود فيها رادارات في كل الطرق، وكلام كتير على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت عن الرادارات الحديثة الموجودة على الطرق، وتساؤلات اكتر عن السرعات المقررة على الطرق دي لتفادي طبعا مخالفات السرعة. كل هذه التفاصيل هنعرفها من اللواء دكتور ايمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، اللي منورنا. صباح الخير عليك يا سيادة اللواء. اهلا، صباح الخير، والسادة المشاهدين اهلا بكم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. في البداية، ايه هو الجديد في انظمة الرادارات اللي موجودة دلوقتي على الطرق؟ طيب خلينا نقول ان احنا احتاجنا للرادارات دي كان احتياج ضروري واحتياج ملزم، لان مع المشروع القومي للطرق، شبكه الطرق العملاقه اللي اتعملت في مصر بامكانيات كبيره جدا، ده قد يعني يطمع البعض يعني تسول له نفسه انه يتسارع على الطريق. معدلات الحوادث انخفضت بشكل كبير جدا مع هذه الطرق، ولكن حصل بيان اخر فيه الارم ظهر، وهي معامل خطورة الحادث عالي. معامل خطورة الحادث اللي هي عدد المتوفين مقارنة بعدد المصابين. عدد المتوفين زاد. لما عدد المتوفين يزيد مقارنة بعدد المصابين، يبقى لازم دي السرعة هي السبب. فكان لازم وزارة الداخلية تتوجه، ودي بناء على دراسات كتير قوي اتعملت في البتاع ده، كان لازم يتم ان احنا نرتقي بقى بمعاملات الرصد على الطرق، ويبقى عندنا فوكس على بعض معاملات الخطوره اللي كان من ضمنها السرعه او اولها السرعه وحزام الامان والموبايل مشتتات الانتباه. فكان في توجه كبير جدا، وانا اتمنى زي ما حضرتك قلت يبقى عندنا على كل الطرق في رادارات. الهدف هو ان احنا نلتزم عشان نحمي هذه الدماء اللي بتنزف على الاسفلت. لا يعني، ده انا نفسي كمان يبقى الرادارات دي بترصد كمان الناس اللي مش ماشيه في حاره واحده، الناس اللي بتقعد تمشي من حاره لحاره وكان الشارع ده طرقه يعني بجد. الناس هيزعلوا من حضرتك. لا لا لا، اقول لحضرتك على حاجه، الرادارات فعلا زي ما حضرتك قلت خلت كله ملتزم، خلت النهارده انت ماشي على الدائري مش مرعوب من اللي جنبك يجي فجاه. بتبقى ساعات كتيره انا كل الحوادث اللي عملتها في حياتي كانت والله ما غلطتي، فعلا كان حد بيجي انا ماشيه في امان الله اتخبط والله. فانا بحب الرادارات جدا، لكن عندنا فهم يمكن مغلوط، مش فاهمين قوي ازاي الرادارات دي بتشتغل. النهارده انا ماشيه لاقيه فلاشات كتيره قوي في الرادار اللي بيبقى فوق ده يعني موجود، هل ده اصلا بيديني مخالفه ولا ده بيرصد المركبات نفسها؟ بيعمل ايه الرادار اللي بيبقى متعلق فوق ده؟ يعني بيعمل ايه بالظبط؟ خلينا اقول ان احنا عندنا وزاره الداخليه والاداره العامه للمرور وكل ادارات المرور دلوقتي بيتوسعوا جدا في موضوع الرادارات، بقى عندنا عدد مختلف جدا من الرادارات والكاميرات اللي هي اللي بترصد. فعندنا على معظم الطرق دلوقتي اللي بيتم الاستحداث فيها كل يوم بيتم وضع كاميرات. الكاميرات دي بترصد عربيات مره، بترصدها وبتصورها ساعه وزمن ومكان. بعد قطاع اخر يتم الرصد مره اخرى، يعني كل قطاع من الطريق يتم الرصد. ممكن هنا بقى التطبيقات الكثيره بقى اللي بتظهر عندنا، تطبيقات مثلا حساب متوسط السرعه. طريق من المسافه من ده لده، المسافه من ده، حسبت ساعه دخول وساعه خروج وعندك المسافه، فكده تحسب السرعه المتوسطه. لو في زمن اقل من الزمن الطبيعي المحدد قانونا للمرور هيبقى فيه مخالفه. اسرع مش اقل. طبعا لو في زمن اسرع، لو خدت القطاع ده 20 كيلو المفروض تاخده في يعني الحد الادنى 20 دقيقه، لو خدته في 18 دقيقه يبقى انت كنت حساب متوسط السرعه يعني. الحاجه الثانيه ان احنا خلاص انت بترصد دلوقتي، اتعرفت على العربيه ومكان وجودها وفي صوره. ده يركب عليه عدد ضخم جدا من التطبيقات، زي ما حضرتك قلتي تطبيقات الالتزام بالمسار المروري والحاره المروريه. وان كان الالتزام بالحاره المروريه له كثير من الضوابط، لان احيانا عمليه التخطي والتجاوز بتعمل تخطي للخط المروري او اللاين المروري، فهو له كثير من الضوابط. لكن العمل جاري دلوقتي على وضع التطبيقات المظبوطه على هذه الانظمه. احنا بنرصد العربيات بصورها وبعد كده نعمل عليها عدد كبير جدا من التطبيقات. طيب عظيم جدا. اول ما انتشرت الكاميرات اللي هي الحديثه اللي لونها اسود موجوده على اليمين كده والاضاءه بتاعتها مختلفه شويه، حمراء تقريبا او بدات الناس تقول ان هي مش دقيقه في رصد الحزام. لو لابس ملابس غامقه، لابس لبس اسود وشدد الحزام ما بتقراهاش، هل ده صحيح؟ قد يكون في ناس، هو مفيش نظام بيبتدي ويبقى سيتلد ويبقى مظبوط مره واحده يعني، فبيتوضع النظام وبيتعمل له
درجة معينة من الدقة، وعشان كده هو في بيبقى تظلمات مفتوح. تظلمات بتخش على طول اونلاين، بتعمل اول ما تجيلك المخالفة تعمل تخش اونلاين تعمل تظلم، يعني وضعه اي واحد يحس ان في مخالفة جات له مش مظبوطة يعمل تظلم فورا علشان وبيتم بحث هذا التظلم. لكن الـ 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 النظام بيتم تعديله كل يوم والتطبيقات بيتم دي مهمة يعني لو ده حصل، وهنفترض ان هو بيحصل مثلا مع الوقت، انتوا بترصدوا حاجة زي دي او إدارة المرور بترصد حاجة زي دي فبتعمل عليها مثلا دقة الصورة مثلا تكون اقوى شوية اوضح شوية عشان نرصد ونفرق الحزام من الملابس. في ادارات كاملة بتعمل يوميا على رصد هذه الاشكاليات اللي موجودة ورد فعل المواطنين، وبيتم التعامل معاها للارتقاء بمستواها، عشان زي ما قلت حضرتك لازم يعني مفيش نظام بيتم وضعه من الدي زيرو بيبدا منتظم، لازم بياخد بعض الاجراءات. لكن باب مره ثانيه باب التظلم مفتوح، حضرتك توجه اونلاين على طول بتخش تعمل تظلم في اي مخالفه انت تشتبه فيها. المشكله دي بتظهر في بعض مخالفات الحزام، يمكن قد تكون بيحطوا منديل دلوقتي يا فندم منديل. الحاجه الثانيه بس انا بدعو في اخواتنا الشباب خصوصا من فضلكم ما نخلطش الجد بالهزل في موضوع لان موضوع السرعه وموضوع السلام على الطرق موضوع جد ومهم جدا. للاسف بيعملوا طبعا الشباب بيجتهدوا ويعملوا صور، حط صور واحد بيفكر كنت هسال حضرتك هل دي صور حقيقيه واحد بيحط ميه من الكاتل والحاجات دي ده حقيقي؟ يا فندم المشرع راجل عنده منطق، والناس اللي بيشتغلوا ناس عندهم منطق. فالمخالفات التي تم وضعها في التطبيقات هي المخالفات الخطيرة، المخالفات المؤدية إلى الحوادث وبتسبب خطورة. إنما واحد بيفكر وواحد عامل إيده كده وواحد بيضحك عشان يتصور يعني فهم. عشان يتصور يعني طبعا. بيزود السرعة وممكن يكون ماسك الكاتل فعلا ومزود السرعة عشان يتصور ويطلقت وياخد الصورة وينزل بيها على السوشيال ميديا. بس احنا ما عندناش مخالفة، مش فيش مخالفة بالشكل ده. هو السرعة هي الفكرة في السرعة. السرعة مخالفة السرعة لا، وفي تلاعب بيتم تلاعب بيعملوا تلاعب اخواتنا الشباب يعني ما شاء الله بيعملوا تلاعب في الصور وبينزلوها وكل يوم انا بشوف على مواقع التواصل يعني كلنا بنرصد يعني هذه. لكن انا يعني بدعو اخواتنا الشباب الموضوع جد، الموضوع خطير جدا، المصادمات شيء مؤلم جدا طبعا وشيء خطير، ولازم كلنا نقف ونجتهد ان احنا يعني نحد من هذه الاشكاليه. طيب انا مثلا دلوقتي الشاذلي بيحكي عن معلومه الرادار اللي هو بيبقى على جنب بيلقط الحزام، انا ما كنتش اعرف، انا فاكره ان هو بيرصد بس السرعه، ما اعرفش انه بيرصد مخالفاتك بقى. يعني ربنا يستر انه بيرصد حزام ومثلا لو حد معاه تليفون. بعض المعلومات يعني انتوا كمان بتسمعوا يعني غيرتوا السرعات في طرق معينه زي طريق السويس من 90 ل 100 والدائري وهكذا، ازاي بيتم نشر المعلومات دي او اي جديد عن الطرق للمواطنين؟ يعني هل في بيجز معينه، صفحات معينه، ويب سايت، المواطنين يعرفوا الجديد ازاي دايما؟ هو في المواقع الرسميه بتاعت الاداره العامه للمرور وزاره الداخليه، الموقع الرسمي لوزاره الداخليه وبينشر عليه اخبار المرور واخبار الجديده والمستجدات. الحاجه الثانيه الطبيعيه اللي على الطرق بقى بيتم وضع اللافتات، وان كان انا شايف طبعا ان في مازال هناك نقص في اللافتات الارشاديه واللافتات التحذيريه على الطرق، لكن في العمل جاري على زياده اللافتات الارشاديه اللي بترشد الناس وبتحذرهم من السرعات وبتحدد السرعه القصوى على الطريق، وارجو زيادة اللافتات بشكل كبير جدا على الطرق. بعض الناس طبعا بيتكلموا على السرعات منخفضة على بعض الطرق. السرعات القانونية اللي بيتم تحديدها دي جهات فنية من ضمنها الإدارة العامة الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة النقل ووزارة الداخلية والجهات المالكة للطريق، وبيتم عمل تحديد للسرعات قصوى بناء على معاملات فنية معاملات فنية عشان نقدر نحدد السرعة. مش الغرض منها ان انا اضيق على الناس ولا نعاقبهم اطلاقا، ولكن الطريق له معاملات، عشان ارفع الطريق 10 كيلو في بعض المعاملات لابد من توافرها، ما ينفعش ان انا ارفع الطريق كده. معلش اشرح لنا زي ايه يا فندم؟ مثال يعني اقول لحضرتك على مثل واضح جدا، المحور 26 يقول السرعة القصوى كانت عليه 90 كيلو متر، مع انه طريق حر وطريق ما فيهوش اي تقاطعات، وناس كانوا بيطالبوا كثيرا رفعوا ال 120 والطريق يتحمل 120. للاسف في احد المعاملات الاساسيه في الطريق ما كانتش متوفره، وعشان كده هما بيعملوا على توافرها دلوقتي، وهي الطبانات، لازم يكون هناك طبانات وحارات ابطاء وحارات سراع. واحد تعطلت سيارته على الطريق والطريق سرعته 120، مفيش ملجا، مفيش ملجا يتوقف فيه. فعشان ارفع السرعه ل 100 او فوق ال 100 110 120 لازم يكون هناك اكتاف وطبانات
بمواصفات محدده عشان اقدر ارفعها. الناس مش واخدين بالهم من ده فبيطلبوا. انما لنا ان نتخيل سيارات ماشيه على سرعه 120 وعربيه تعطلت بدون وجود ملجا ليها، بدون وجود ماوى ليها. حاجه في منتهى الخطوره. صحيح يعني. طبعا. فاقصد المعاملات دي ناس يعني على مستوى مهاري وفني كويس جدا، والغرض ان احنا عايزين نطلق السرعات على الطرق بشكل كبير والناس يعني. ولكن الامان ياتي اولا. طبعا. صحيح. يعني ده وارد ان هو المحور السرعه بتاعته تزيد، لكن بعد عمليات التوسعه اللي بتتم. طبعا. طيب. كل وانت حضرتك قلتي في بعض الطرق بيتم رفعها 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، لكن اول ما يتم توفير معاملات الامان الدنيا بتاعها. عظيم جدا. في بعض الاسئله سريعا كده، الناس بتقول هل دي مخالفات ولا لا؟ وفي اشاعات كتير قوي ان انا لازم ابقى ماسك الدركسيون بايدي الاثنين، لو سايب ايد مثلا دي مخالفه؟ لا طبعا دي مش من المخالفات، لانها هي وجوبيا ان انا المفروض ان انا امسك عجله القدم بقبضتي اليد، لكن هي مش موجوده من ضمن المخالفات المحدده الموجوده. مش موجوده. طيب معلش في حاجه كمان برضه بقى كده. في حاجه كمان. لا طبعا لا. فكر براحتك. يعني بس ارجو التفكير يبقى في الطريق، مفيش داعي للمشتتات، تركيزك في الطريق. لكن مفيش مخالفه اسمها التفكير، انا مش هنخش يعني. لكن مش هنعرف انت بتفكر ولا لا. طبعا فكر في ايه بقى. انا يعني مش عارف يعني حاجه. طيب لو حد جنبي ومش شادد الحزام دي مخالفه ولا لا؟ ولو طفل، هل حضرتك تتخيل ان المشرع يبقى حريص على سائق السياره ومش حريص على من بجواره؟ انا هل ده يبقى منطق؟ خلينا نتكلم بمنطق يعني. نفس الخطوره اللي هنا هي الخطوره اللي على السائق هي الخطوره اللي على من بجوار السائق. وانت ملتزم لان انت المسؤول بقى، عايزه يركب قدامي يبقى يتم الالزام بالحزام. الاطفال بقى، ركوب الاطفال في المقاعد الاماميه تحت 12 سنه ده محظور. تحت 12 سنه يعني في مخالفه. هي حاليا ما لم تدرج من ضمن المخالفات، لكن هي محظوره في المرور ولكن حاليا مش مطبقه. ده يا ريت تحضروها، لان بنشوف كتير قوي الاباء حاطين اولادهم على حجرهم وبيسوقوا بيهم. فيعني من الحاجات اللي بيتم يعني بيتم الضبط فيها في الشارع. لكن انا بناشد اخواتنا جميعا الاباء والامهات، من فضلكم عندنا يوميا مقاسي بسبب الاطفال على المقعد الامامي، او تاخد الطفل على رجلك وانت سايق، طب هتحطه داخل الحزام؟ هتحطه داخل الحزام هتخنقه وهتضغط عليه بجسمك، لو في فرامل شديده هتضغط. طب لو ما حدش هتحطه داخل الحزام هتبقى انت محمي بالحزام، وهو هتسيبه عشان يندفع الى الامام، ايدك اطلاقا لن تستطيع تحمله ولن تستطيع حمايته. من فضلكم الاطفال لغايه 12 سنه في المقاعد الخلفيه ورابطين الحزام الوسط، تحت سنتين لازم في كرسي الاطفال. من ضمن الاسئله يا فندم، هل اللي رخصته منتهيه الرادارات دي بتسجل مخالفه ليه؟ حضرتك الرادارات دي مرتبطه بقاعده البيانات، مرتبطه بقاعده البيانات الاداره العامه لنظم معلومات المرور، ومرتبطه مع الملصق الالكتروني. فالبيانات دي كلها موجوده، التطبيقات دي بيتم رفعها. يرفع بقى رخصه منتهيه وانت ماشي بعربيه ورخصه منتهيه، يعني ما المانع ان دي تبقى مخالفه؟ يعني انت قد تكون السياره الرخصه منتهيه بس انت ما بتستعملهاش، ما عليكش مخالفه. لكن انت ضبطت مسير بالسياره والرخصه منتهيه. يعني اعتقد ان دي مخالفات منطقيه. صحيح. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي عايزين نعرفها من حضرتك، الطريق مثلا زي الطريق الصحراوي في اكتر من حاره وكل حاره بسرعه معينه، لو وانا داخل على رادار مثلا وسبت الحاره دي وماشي على الحاره دي بسرعه مخالفه، هل دي مخالفه؟ طبعا. الطريق محدد السرعات على الحارات بتاعته. دلوقتي الطريق طالما حددت السرعات على الحارات بتاعته فلنا ان نلتزم بهذه السرعات. بس خد بال حضرتك من حاجه، الـ الـ السرعات دي محدده لنوعيات السيارات. يعني السياره النقل ما ينفعش تمشي على الطريق في الحاره اليسرى لان سرعه الطريق ده مختلفه بالنسبه لها. واخد بال حضرتك؟ مفهوم. سرعه يعني محدد، الحد الاقصى سرعه سيارات الملاكي 120، سرعه سيارات النقل الجماعي 110، سرعه النقل 80، سرعه النقل المقطوره 70. دي سرعات محدده. بس بالنسبه للنقل، بالنسبه لعربيات النقل هي كده كده ليها حاره خاصه في على طبعا ليها حاره. على الحارات بقى اللي هي مخالفه المسار ومخالفه الحاره بتاعتها المسار بتاعها. تمام. هل في تصالح فوري لتجاوز السرعه للمخالفه طبعًا. دي طبعا المخالفات كلها يجوز فيها التصالح الفوري. التصالح الفوري ده مش معناه انيه، مش معناه دلوقتي. لا، لك 72 ساعه من ساعه الاخطار بالواقع، يعني 3 ايام ساعه الاخطار بالواقع بتتصالح بسداد ما قيمته نصف الحد الادنى. يعني لو مخالفه السرعه الحد الادنى لمخالفه السرعه 300
والحد الأقصى 1500، التصالح نصف الحد الأدنى يبقى 150 جنيه بيتسددوا خلال 72 ساعة من تاريخ الأحتجاج. ده عمل إيه اللي هيدفع 1500؟ السرعة اللي تجاوزها؟ لا العقوبة بتاعتها من 300 ل 1500 على أي أساس؟ على أي أساس بتتحدد؟ فحاليا المحكمة بتحكم، يعني المحكمة لو تصلحت خلاص بتدفع النصف الحد الأدنى، لو ما تصلحتش هو شأن قضائي خالص، يعني القاضي ممكن يشوف ده ماشي بسرعة كبيرة جدا أو تكررت منه المخالفة فبيبدأ يرفع القضية، إنما هو المشرع وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة. يعني لو السرعة 100 وأنا مشيت 105 دي مخالفة خلاص؟ يعني القانون الحد الأقصى 100 يبقى 101 مخالفة، بس هو بيتم ضبط الرادارات أعلى من كده بقليل، من كده مش ممكن يعني واقفين إحنا على هو الطبيعي إن بيضبطوه حوالي 6 كيلو فوق الحد الأقصى للسرعة 10 كيلو، عشان أحيانا بيحدث تجاوز لا إرادي في حدود الخمسة، لازم يبقى في نسبة سماحية صحيح، ويمكن بتصل ل 10% مثلا من السرعة القصوى يدي سماحية لمبتدي الطريق يعني. انا برضه عايز ااكد على حاجه ثانيه، الناس اللي بيقولوا الطرق بتاعتنا الطرق اتكلفت والطرق خدت كتير وكده، انا عايز اوضح حاجه محدده، يعني الطرق اللي في مصر اتكلفت تقريبا المشروع القومي للطرق وفقا للقرار وفقا لتصريحات وزاره النقل حوالي 175 مليار جنيه. خسائر ازمه المرور في مصر وفقا لدراسه صادره عن اكاديميه البحث العلمي حوالي 420 مليار جنيه في السنة، 420 مليار جنيه في السنة. انخفضت حوادث المرور وأزمة المرور والكثافات المرورية في متوسط حوالي 50% خلال الخمس سنين الماضية، 50% عظيم. يعني سنويا احنا بنوفر ما قيمته أكتر من 200 مليار جنيه اللي هو يعادل قيمة المشروع القومي للطرق كله، ففلوس المشروع القومي للطرق تم استردادها بكتير جدا وفاق استردادها بكتير جدا نتيجة هذا التنفيذ وانخفاض معدلات الحوادث وانخفاض الأزمة المرورية اللي وفرت كتير. طيب هل الموضوع فيه تدخل من الجانب العنصر البشري في الرادارات الموجودة في رصد أو في فرز عفوا هذه المخالفات؟ يعني الصورة بتلتقط فرزها بيتم إزاي؟ احنا عندنا أنواع كثيرة، والإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية عندها كثير من الأنواع، في أنواع على النظام القديم بيتم الفرز اليدوي وبيتم استعراض الصوره والفرز اليدوي، وفي اكثر تقدميه بقت تفرز آلي، وبيتم التدرج والتطوير في هذا الاتجاه. احنا عايزين نوصل لدرجه الدقه المريحه والمرضيه للناس كلها وتبقى آليه، مش محتاجين بقى نعمل الفرز اليدوي ده، لان مع زياده عدد الرادار هتبقى شيء مجهد جدا الفرز اليدوي. صحيح. لكن هو الفرز الآلي، وفي طبعا نسبة أو درجة من الدقة بيحاولوا يرتفعوا بها مع الشركات المنتجة لهذه الرادارات. على كل حال يمكن كمان السبب الأقوى هو الحفاظ على الأرواح، وهو ده اللي حققته الرادارات الجديدة. يعني معلش يعني ناس بتشوف انه رادارات كتير، لكن هو في الاول وفي الاخر ده حافظ على ارواح كتيرة جدا، وده اللي احنا في الاول وفي الاخر عايزينه، ان احنا سلامتنا وسلامة اهالينا واولادنا نبقى نازلين الشارع عارفين انه ان شاء الله هنوصل بالسلامة، ولازم نلتزم بالسرعات المقررة ونشوف اليافطات حوالينا بتقول السرعة كام عشان ما نسببش ضرر لنفسنا ولا لغيرنا. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، التزم من فضلك، التزم اقول لحضرتك، التزم بثلاث حاجات مهمه، التزم بالحد الاقصى للسرعه، اربط حزام الامان واستخدم حزام الامان، وما تستخدمش الموبايل وانت سايق، انت بقيت في مأمن من المخالفات والرادارات، ولو ماله الشوارع كلها رادارات انت في مأمن. التزم بس بالثلاثه دولت، السرعه الحد الاقصى للسرعه كلها في امانك، التزم بحزام الامان، ما تتكلمش في الموبايل وانت سايق. واعتقد ان دي مطالب شرعيه ومطالب منطقيه ان احنا نلتزم بيها، وخلاص املوا الدنيا كلها رادارات، انا في السليم يعني. كل الشكر طبعا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا سياده اللواء دكتور ايمن الضابط استشاري السلامه المروريه، شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك يا فندم، متشكر.